كيف تحسنوا من اللايف ستريمينج سيت اب تبعكم باستخدام هالاربع كراتين بس من شركه نكسلي اللي صاروا موجودين باي اي بي وورلد. خليكم معي لتعرفوا كيف فيكم تحولوا اللايف ستريمينج سيت اب تبعكم من هالمنظر ل لهالشكل. انترو صغير وبنرجع. اهم شيء باللي راح احكي عنه اليوم هو انه هالاضافات سعرها ما كتير، ولكن قيمتها باللايف ستريمينج تبعكم راح تضيف اضعاف واضعاف. اول برودكت راح احكي عنه هو الفالو ار من شركة نكسلي يلي هي اضاءة RGB صغيرة. دايما باللايف ستريم بلاحظ انه الجيمرز بيتكلوا كتير على الهاوس لايتس، بس مثل ما عم تشوفوا هون الهاوس لايتس يلي حوالي انا تعمدت اتركهم لتشوفوا فعلا انه الكواليتي تبع الصورة ما بتطلع كتير حلوة، خاصة اذا عم تستعملوا كاميرا لتعملوا لايف ستريم. فهيدا واحد. اثنين، بلاحظ دايما انه الجيمرز ام اللايف ستريمرز بيتكلوا على الضوء يلي بيطلع من الشاشة كرمال يضووا وجهن ويقدروا الناس يشوفون ويحضرون ويكون وجهن واضح. هيدا غلط، لانه دايما بنقطع باوبسكيور ارياز اما نكون عم نلعب جيم فيها دارك سينز، فبالتالي بتخف الاضاءه على وجهنا وما بدنا هالتلاعب يصير نحن ولايف، وبالتالي الكاميرا تبعنا تتعب لتقدر تضوي وتو مينتين ذا اكسبوجر المضبوطه على الوجه. مشان هيك كثير مهم نحن نضيف ضوء. هالضوء اللي راح احكي عنه هو الفالو ار من شركة نكسلي، مثل ما قلت هو ضوء RGB صغير بيشتغل على البطارية وفيكم توصلوه USB، بس مفعوله كتير كبير. خلينا نفتحه ونشوف كيف منضيفه على السيت اب وشو التغييرات يلي بيحدثها. وهيدا هو الفالو ار من شركة نكسلي. طبعا اضاءة RGB، فيها افكتس، فيها RGB، بتعطيكم CCT colors، كل الامور يلي بتبحثوا عنها بالRGB موجودة بهالبرودكت. اللي حلو فيها كتير هو ثلاث شغلات رح احكي عنهم. اول شيء قدراتها القوية يلي هي قدرتها انه تعطي CCT مثل ما قلنا، قدرتها انه تعطي HSI colors، قدرتها انه تعمل افكتس، وقدرتها انه تعمل بس انا اعطيتها اكثر. الشيء الثاني اللي بحبه هي انها بتشتغل على البطاريه، مثل ما عم بتشوفوا هيدي بس على البطاريه، بذات الوقت قادرين نوصلها بيو اس بي سي مثل ما عم تشوفوا هون، طبعا مش عم بتشوفوا هون، قادرين نوصلها بيو اس بي سي ونوصلها تتاخذ سورس دايركت باور تما نقدر نشرجها اوفر اند اوفر. ثالث شغله بحبها هو حجمها وبالتالي سعرها. سعرها 40 دينار، بس بالنسبه للاوتبوت تبعها صراحه برايي تستاهل اكثر بكثير. 40 دينار عم تاخذوا اضاءه بهالحجم تنحط بكف الايد وبتعطيكم قوه كثير قويه لتضووا نفسكم وتضووا السينز تبعكم. خلينا نشوف كيف رح ندخلها بالسين تبعنا تبع اللايف ستريمينج سيت اب، وتشوفوا شوي شوي كيف حتبلش تتحسن الستريمينج سيت اب تبعنا. اول شيء بهالضوء بتلاحظوا في براكت هون وحاطين كولد شو ماونت كرمال تركبوا اكسسوارات تانية، هيدي بحال عم تستعملوها على الكاميرا. بس بالطبع هون رح استعمل وحده من هالبراغي لركب هالاضاءه على ستاند. اوكي، هالاضاءه تركبت، وباستخدام هالبراكت نفسها صرت قادر اتحكم بالاضاءه. هيك بنكون ثبتنا الكي لايت يلي هو الضوء الاساسي يلي بنتكل عليه ليعطينا اكسبوجر مزبوطه على الوجه. بالطبع اذا ما عندكم ستاند مش بالضروره تشتروا، هالاضاءه كثير صغيره لدرجه انه فيكم تحطوها اي مكان ومش بالضروره تشتروا لها ستاند. فيكم على مثال تحطوها هيك على الكيبورد وتضووها ورح تعطي على الوجه، فيما تحطوها تحتكم، بس بالطبع دايما افضل الضوء يكون مواجهكم 90 درجة. اذا الشاشة تبعكم ما بتتحرك وفيها سماكة من فوق كمان فيكم تحطوها فوق. فهيدا الحلو بهالاضاءة، حجم صغير وبالتالي ما بتعطلوا هم وين تحطوها. رح احطها على ستاند لنكمل على الاضاءة الثانية والثالثة. يلا.
حلو بهالإضاءة إنه إذا محتاجين إضاءة تانية فيكن تروحوا تجيبوها وتضيفوها على الستاب تبعكن، لأنه بكل بساطة سعرها مناسب. بهالحالة عم بتطلع إنه كاميرتي مواجهة الحيط يلي خلفي، والحيط يلي خلفي لونه أبيض وبالتالي ما في كتير انترست. بالطبع مثل ما دايما بقول حلو تعملوا شوية سد ديزاين، يعني تحطوا أرفف، تحطوا جيمينج ميموربيليا، ولا تحطوا حتى فيجرينز، ولا أي كان الموضوع اللي بتحبوا تحطوه على الحيط وراكن ليعطي شوي الجيمينج مود. مع هالأمور ولا من دونه بضل في أمر تاني تضيفوه يلي هو إضاءة. طبعا الإضاءة sprouses up your scene، يعني بتعطيها هالنكهة الحلوة. بهالحالة رح استخدم كمان إضاءة تانية يلي هي الفالو آر. بهالحالة كمان رح استخدم الستاند يلي بيجي جواتها من البراكت لنحطها على الأرض ونثبتها ونشغلها على مود الإفكتس بالار جي بي ونضربها على الحيط، فالحيط كله يصير ملون بالخلفية ويعطينا هالإنترست بالباك جراوند. فشغل الإضاءة، حطها على إفكت RGB، هيدا بعلي 100% وبحط هالبراكت بهالشكل وبحطها على الأرض وبخليها تضرب على الحيط، وبتشوفوا فورا الحيط بلش يصير interesting. طبعا كل ما نقربها كل ما تكون هارش، وكل ما نبعدها عن الحيط كل ما تعطينا إضاءة soft أحلى وبتبين natural أكثر. فهي بالنسبة للإضاءة الثانية. خلينا نشوف كيف نستخدم الإضاءة الثالثة يلي هي optional إذا حابين تضيفوها بالإضافة لآخر product من نكسلي رح نتكلم عنه اليوم. مثل ما عم نشوفه حطيت الكي لايت وصار عنا الباكجراوند لايت اللي هون شفتوه، وهلأ رح ننتقل للضوء الثالث يلي هو فينا نستخدمه بوحدة من الحالتين، يا أما نستخدمه باك لايت يا أما نستخدمه فيل لايت. فإذا رح استخدم هالإضاءة بدل الفل، أي تعبي إذا كانت هالإضاءة موجهة من صوب واحد، ونستعمل هاي التاني مثلا هون كرمال تضوي الوجه من الجهة التانية. رح استخدمها كباك لايت، أي إضاءة تضوي من وراي لتفصلني عن الخلفية. دايما الباك لايت صراحة بحب دايما حطه بدرجة حرارة متفاوتة عن الكي لايت. فمثلا إذا حاطت هون 3400 كلفن بحب حط هون مثلا 2500 كلفن، ومثل ما عملنا بالإضاءة اللي قبل رح حطها هون على الأرض حتى فيني حطها هيك، واستخدم البراكت يلي بتجي منه وفيها كرمال تعمل لي باك لايتينج وصير أنا مفصول عن الخلفية. هلأ بيجي وقت القطعة الأخيرة رح أتكلم عنها من نكسلي يلي هي هالقطعة يلي هي الفيرتا. خلينا نفتحها ونشوف كيف يعني نستخدمها ولا شو نستخدمها. هيدي هي الفيرتا من شركة نكسلي يلي هي عبارة عن كابتشر كارد. شو يعني كابتشر كارد؟ مثلا إذا نحنا بدنا ندخل سورس على اللايف ستريم تبعنا، مثلا عم نلعب جيم وعم نستخدم برنامج مثل OBS، كل شي علينا نعمله هو نقله لـ OBS يعمل كابتشر للسكرين تبعنا، وبالتالي منه نطلع لايف ستريمينج على فيسبوك، تويتش، يوتيوب، أي كان البلاتفورم بدنا إياها. بس هيدا الشيء بيتكل إنه نحنا كل السورسز تبعنا هن يا إما على الكمبيوتر يا إما متصلين بالكمبيوتر عبر USB. كاميرات USB اللي بيستخدموها باللايف ستريمينج منا كل هالكواليتي، فدايما بنصح انكم تاخذوا كاميرا بروفيشنال ان كان DSLR ولا ميرورلس، وتوصلوها على الكمبيوتر وتستخدموها باللايف ستريمينج. اول شيء لانه بتتحكموا بكل الالمنتس تبع الاكسبوجر، يعني قادرين تثبتوا ISO، فتحه العدسه، شاتر سبيد، وكل الامور اللي بتعني لكم كرمال تاخذوا اكسبوجر ثابته على الوجه وما تتفاوت الصوره انتم عم تلعبوا. معظم الكاميرات الحديثه اليوم تتصل بالكمبيوتر عبر USB وبيقدر يشوفها كويب كام، بس في كاميرات ثانيه من مانيفاكتشر ثانيين ما بيشتغلوا بهالطريقه. مش بس هيك، اذا حابين توصلوا بلاي ستيشن تبعكم ام الاكس بوكس على الكمبيوتر لتطلعوا منها لايف ستريمينج، بهالحالتين انتو بحاجة لهالكارد يلي هي الفيرتا من نكسلي. بيتصل بالكمبيوتر عبر كيبل USB-C، ومن جهة تدخلوله HDMI-in، ومن الجهة الثانية في HDMI-out، رح قلكن هلأ شو هي. ومن هون فيكن تحطوا هيدسات تبعكن لتسمعوا السورس هيدي وتعملوا له مونيتورينج. ليش في HDMI-in و HDMI-out؟
HDMI-in مثل ما قلنا بتكون دخله كاميرا، بتكون دخله بلاي ستيشن، بتكون دخله لابتوب تحطوا ما بعرف صور من اللايف ستريم تبعكم، عم تلعبوا فيديو بلاي باك، أي إن كان فيكن تدخلوا بهالسورس. ال HDMI out هو بيسمح لكم إنكم تقدروا تاخدوا سورس تانية على شاشة منفصلة وتحضروا أم تشوفوا شو عم تعملوا بالسورس اللي داخله على هالكارد. هيدا بيقولوله loop out. مثلا إذا بدي أدخل البلاي ستيشن على هالكارد لدخلها على الكمبيوتر، بدي شاشة منفصلة غير اللايف ستريمينج ستاب اللي عمله على الكمبيوتر لشوف أنا شو عم بلعب. فهيدا ال HDMI out بيسمح لي أعمل هيدا الشيء. هلأ منوصل الكارد يلي هي الفيرتا بالكمبيوتر بس، ومن الكاميرا باخد كابل HDMI وبحطه بال HDMI in طبع الفيرتا من نكسلي، وبكل بساطة بدخل على OBS وبضيف عندي هون شي بقولوله Video Capture Device وبس ضيفه بغري فورا من دون ما أعمل أي شي. الفيرتا أخذت السيجنال طبع الكاميرا يلي أنا حطتها وحولته لديجيتال سيجنال تقدر يفهم الكمبيوتر، عملت له انكودينج لأقدر شوفه على OBS مثل كأنه صار شو بقوله ويب كام. فمثل ما عم تشوفه هون على الشاشة صار موجود، وبالطبع مثل ما عم تشوفه هلأ هون يلي عم بيصير على الشاشة هو الأوتو فوكس تبع الكاميرا، فقادر استفيد من كل هالخاصيات يلي موجودة بالكاميرا يلي منا موجودة بالويب كام. هيدا بالطبع بيعطينا كواليتي أجمل بكتير باللايف ستاب، وهلأ رح تشوفه لما نفصل الهاوس لايتس يلي دايما بقول كل ما تدخلوا إضاءة افصلوا الهاوس لايتس، رح تشوفه مع فصلة هالإضاءة كيف رح يفرق اللايف ستريمينج ستاب تبعنا أضعاف وأضعف. هيدا شكل الستاب تبعي من دون إضاءات، رح بلش دخل الإضاءات واحدة ورا الثانية وتشوفوا الإفكت تبعهم بالسين، بس أول شيء خليني أفصل الهاوس لايتس لتشوفوا الفرق. مثل ما بتشوفوا هلأ لأني بدي شغلت الكي لايت ثبتت الإكسبوجر على وجهي وصار الديتيل أوضح، وبالتالي شو ما يصير على الشاشة طبعاً رح تعكس إضاءة شوي على الوجه، بس أنا ضامن إنه وجهي لو شو ما كان عم بيصير على الشاشة في هالمينيموم يلي أنا متكل عليه. بالطبع لأني فصلت الهاوس لايتس مثل ما دايماً بقول نفصل الإضاءة يلي هي موجودة أساساً لندخل إضاءتنا، هذا الشيء بيسمح لي إني حدد قوة هالإضاءة. هاي أول إضاءة، خلينا نشوف هلأ الإضاءة اللي راح تفصلني عن الباكراوند. وهي هلأ هون حطيت إضاءة الفالوآر الثانية يلي راح استخدمها لتعمل شوية هيلو حولية وتفصلني عن الخلفية. راح نشغل الإضاءة الثالثة ونشوف الإضاءة يلي هي راح تعطي هالإنترست على الحيط وراي وتعملنا شوية RGB colors. وهيك مثل ما عم تشوفوا بتكتمل السين طبعنا. هلأ صار عنا إضاءة كي، إضاءة فصلتني عن الخلفية، وانترست بالخلفية عم بيعمل هالألوان أم حتى فينا نثبتها على لون واحد ولا أي كان اللون بدنا إياه. بالطبع كرر هيدا الشيء بيساعد خاصة إذا كان عندكم أنتو أرفف أم points of interest على الوول ورا ميمورابيليا أم أي شيء بيعتبر set design قادر يساعدكم بست اب المود تبع الجيمينج. مثل ما بتشوفوا هون عم بستخدم الفيرتا مثل ما قلت لدخل عليها هالكاميرا وتصير هي كاميرتي الويب كام اذا بدكم. الحلو بهالكارد انه قادرين ندخل عليها سورس 4K 60 فريمز، يعني قادرين ناخذ فيديو 4K 60 فريم 60 فريم بالثانية وندخله على الفيرتا، والفيرتا قادرة تشوفه وتعمل له انكودينج وتحوله لسيجنال قادر يشوفه الجهاز تبعنا. فهيدا كان توتوريال على السريع لكيف تستخدموا الفالو ار والفيرتا من شركة نكسلي يلي هن RGB لايت صغير وكابتشر كارد لجملوا من السين تبعكم باللايف ستريم، ولتستخدموا الفيرتا كرمال تعملوا كابتشر ان كان للجيمينج كونسول تبعكم ولا لكاميرا وتستخدموها كويب كام كرمال تاخذوا هالكواليتي الاحلى والاجمل والانقى. فشكر كبير بالطبع لشركة نكسلي ووكيلهم الحصري بالكويت AAB World يلي اختاروني لأعمل هل شرحوا المراجعة هي توتوريال
عن كيف نحسن من اللايف ستريم. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن هالمعدات أم أي شيء تاني بيختص بعالم التصوير، لايف ستريم أم أي إن كان، بليز تركوه بالكومنتس تحت ورح حاول جاهدا ومجتهدا إن أجاوبكم على كل أسئلتكم. شكر كبير لحسن متابعتكم بهالحلقة من ما كانت كاوتش ولا ريفيو، بس أنا عنيد مصر على الاسم، من كاوتش ريفيو. كان معكم جورج سرباي، بشوفكم بالحلقة اللي بعدها. باي باي.